فرصة مهمة للتعريف بطبيعة السلطنة وبيئتها الفريدة التي تتميز بها عن دول المنطقة. معرض تراث عمان الطبيعي يعد نافذة للجمهور البريطاني للتعرف على التنوع الإحيائي في السلطنة والجهود المبذولة للحفاظ عليه، كما أنه يسلط الضوء على الإرث الحضاري والتاريخي الذي امتازت به السلطنة كموقع جغرافي مهم وكدولة ذات كيان عريق ضارب بجذوره في عمق التاريخ. لنا شرف حقيقة أن نكون هنا في هذا المعرض الذي يعقد لأول مرة وهو فريد من نوعه لا شك حول التراث الطبيعي لعمان، الذي هو كما لاحظنا يعود توثيقه إلى تقريبا القرن الثاني بعد الميلاد من صور ورسومات وملامح تحكي قصة التطور البيئي والحياة البرية والطبيعية الغنية لسلطنة عمان. وحظي المعرض باهتمام بريطاني وتمثل في حضور صاحب السمو الملكي الأمير إدوارد دوك كنت الرئيس الفخري للجمعية الجغرافية الملكية ونخبة من الباحثين والمهتمين بالشأن البيئي. هذا الثراء البيئي الكبير والطبيعي لدى السلطنة يجب أن يتعرف عليه الجيل الحديث ويتعرف عليه أيضا المجتمع البريطاني، فمن هنا نشأت هذه الفكرة لكي نبرز ما لدينا من ثراء ومعلومات وما لدينا من تنوع إحيائي وبيئي في السلطنة. وبمجموعة نادرة من الخرائط والدراسات التي تظهر الموقع الجغرافي والتراثي الهام لسلطنة عمان، بدأت أولى مراحل الشراكة بين المركز الوطني العماني للبحث الميداني في مجال حفظ البيئة والجمعية الجغرافية الملكية بلندن. تأتي هذه الشراكة للاستفادة من الخبرات العريقة للجمعية الجغرافية الملكية ومن الأرشيف الغني الذي تحتفظ به الجمعية الجغرافية الملكية الخاص بالمفردات البيئية لسلطنة عمان. المعرض هذا يمثل فرصة جيدة لتحقيق شراكة مع الجمعية الملكية الجغرافية مع مختلف المؤسسات المعنية في عمان ومنها المركز الوطني ووزارة التراث والثقافة، خاصة نحن نقوم حاليا بتطوير مشروع المتحف التاريخي الطبيعي، وهذا يعطينا فرصة جيدة للاستفادة من السبق التاريخي الذي حققته الجمعية الملكية في تأصيل وتسجيل وتوثيق مفردات التراث الطبيعي في عمان. معرض تراث عمان الطبيعي شهد عرضا لأول خريطة معروفة رسمها الجغرافي ورسام الخرائط الأشهر بطليموس في عام 140 قبل الميلاد، وهي تظهر موضع السلطنة الذي طالما كان محط اهتمام الرحالة والمستكشفين والباحثين القدامى والمعاصرين. اليوم تعود السلطنة لتبرز من جديد من خلال معرض تراث عمان الطبيعي لتعريف الجمهور البريطاني على التنوع الإحيائي والإرث الحضاري والتاريخي الذي يميز السلطنة عن باقي دول المنطقة. بشرى بيوب، تلفزيون عمان، لندن.